السلام عليكم، أنا معاذ، أهلا وسهلا فيكم بقناتي توريزم لوب. اليوم أصدقائي راح أحكي لكم قصة بداية الخطوط الجوية الملكية الأردنية وكيف تطورت. الخطوط الجوية الملكية الأردنية هي خطوط الطيران الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويقع مركزها الرئيسي في مطار الملك علياء الدولي جنوب العاصمة عمان، ولديها خطوط طيران دولية منتظمة إلى 4 قارات. تأسست شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في العاصمة عمان بتاريخ 15/12/1963 باسم مؤسسة عالية، على يدين جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله، لتكون الناقل الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية، وكما جاء في نص الإرادة الملكية التي أصدرها جلالته يوم تأسيس الشركة: إننا نرغب أن تكون عالية سفيرا يحمل راية الأردن في أنحاء المعمورة، وجسرا نتبادل من خلاله الثقافة والتجارة والتكنولوجيا والصداقة والتفاهم مع شعوب العالم أجمع. بدأ طيران عالية بطائرة DC-7 ضمن 3 خطوط دولية إلى الكويت وبيروت والقاهرة، وبعد شهر واحد تم تسجيل طائرتي دارت هير آل في سجل الطيران المدني، فانضمت الطائرتان إلى عالية، ثم تبعتهما طائرة DC-7 أخرى بعد فتح خط دولي رابع إلى جدة عام 1965. وفي نفس العام اشترت عالية طائرة الكارفل النفاثة، والتي أخذت اسم عمان، ولمست عجلات عمان أرض مدينة روما يوم 16 يوليو ضمن أول رحلة إلى القارة الأوروبية. وفي فبراير 1966 هبطت الطائرة عمان في مطار القدس. تم شراء طائرة كارفل ثانية أخذت اسم القدس، وبعدها تم افتتاح خط باريس في 7 يونيو 1966، ثم خط لندن في 6 أغسطس من نفس العام، حيث انضمت عالية إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وقفز مجموع حركتها بما يصل إلى 70% زيادة عن العام السابق. وفي نهاية عام 1967 سيرت عالية طائرتها الكارفل إلى أثينا ضمن خط جديد. في عام 1968 اشترت طائرتها الكارفل الثالثة بيت لحم، وشهدت خطوطها توسعا. وفي يوم 1 ابريل من نفس العام تم افتتاح خطي الدوحة وطهران، وفي 4 يوليو عام 1969 خطي نيغوسيا وبني غازي، وبعدها تم اضافة خطوط ميونخ واسطنبول. تم التعاقد في نهاية 1969 على طائرتي بيونغ 707، وتم استلامهما في 1971. انضمت البيونغ الاولى البترا يوم 10 فبراير 1971 إلى الطائرات الكارفل الثلاثة في الأسطول، وفي يوم 15 مارس انضمت البيونغ الثانية جرش إلى الأسطول. وفي هذه الأثناء كانت عالية قد وصلت إلى فرانكفورت وأبوظبي. في عام 1971 تم إضافة مدريد، كوبنهاجن وكراتشي إلى شبكة عالية، واستمرت عالية إلى آخر العقد بإضافة طائرات بيونغ 720 727 747، وافتتحت الأسواق الحرة في مطار عمان. تم إضافة الخدمات إلى وجهات تشمل البحرين، دبي، مسقط، الرباط، جنيف، أمستردام، بغداد، بانكوك، فينيا، دمشق، مدينة نيويورك، هوستن، ورأس الخيمة في عام 1979. أصبحت عالية عضوا مؤسسا في الاتحاد الفني للخطوط الجوية العربية. في عام 1986 حولت عالية اسمها إلى الملكية الأردنية، وشهد هذا العقد أيضا قيادة أول امرأة قبطان لإحدى الطائرات. كما تم إضافة خطوط تونس، طرابلس، بلغراد، شيكاغو، بوخارست، لوس أنجلوس، سنغافورة، الرياض، كوالالمبور، صنعاء، موسكو، ميامي، مونتريال، نيودلهي، كالكوتا، وأنقرة إلى شبكة الملكية. كما شهد إدخال طائرات إيرباص A310 وA320 وإدخال نظام التذاكر الآلي. استمر التطور والتوسع في التسعينات، حيث تمت إضافة نظام الصيانة والهندسة، وتم افتتاح مبنى داخل مدينة عمان لخدمة الزبائن واستلام الحقائب. وكانت الملكية الأردنية أول خطوط طيران تهبط في مطار غزة الدولي. كما تمت إضافة تورنتو، كولومبيا، جاكرتا، برلين، بومبي وميلانو إلى شبكة الطيران. في عام 2006 وبداية عام 2007 تم إضافة طائرات بومبرايدر Q400 لخدمة الخطوط القصيرة، وطائرات امبراير 195. وفي بداية إبريل عام 2007 انضمت الملكية الأردنية إلى اتحاد
One World للناقلين الجويين الذي يضم 10 من أفضل شركات النقل الجوي في العالم. يتكون أسطول طائرات الملكية الأردنية لغاية سبتمبر 2020 من 25 طائرة، وهم 5 طائرات إيرباص A319، 6 طائرات إيرباص A320، طائرتين إيرباص A321، 7 طائرات بيونغ 787، طائرتان إمبرير 175، طائرتان إمبرير 195، طائرة شحن واحدة إيرباص A310. شكراً.